Radio Plus. Plus que... كلام خفيف مع وحيد. كلام خفيف ولكن معناه ثقيل. سيمون بشير مرحبا بك في راديو بلوس وبالضبط في برنامج كلام خفيف مع وحيد. ولكن اول حاجه غادي نبغي نسولك سيمون بالبشير، علاش سيمو ديال البوز؟ والا كنت ديال البوز لان سنقول شي حاجه اللي الناس باغين يسمعوها، وحنا تنعرفوا بان المجتمع ديالنا واغلب المجتمع العربيه تيبغيو الصباغه والنفاق. انا عندي بزاف ديال الديفو ولكن ما عنديش مع حس الكابتن مع النفاق. وكيفاش بان لك فيستيفال ديال مراكش؟ واش كان فيه الحس الكابا والنفاق ولا ما كانوش فيه؟ هو ضروري غتكون الحس كابا في اي حاجه كاين، انا كاين الحس كابا. مي بون بحال اللي قلت انا قبل وغنعاود نعاودها، ان من بعد سنه بيضاء الفستيفال كنا تنتظروا ان الفستيفال يجي بقوه بحضور قوي واحسن ويستافدوا من الاخطاء اللي كانت هذه. لان انا 17 عام وانا تنجيلو منين بديت في دوزام 98، وفاش بديت لا كارير ديالي 20 طون ديال كارير في الجورناليزم وكنت من الدورات الاولى، دونك عارف زعما كاع المشاكل اللي دزنا منها ولي تخوك. للاسف ان هذا العام لقينا بان بون ما غاديش نكون سلبي في جميع لي تخوك، بان هذا العام كان مشكل ديال الريد كاربت كوم شاك اني تابي روج، دائما نفس المشكل تيتكرر. دونك خص يديروا دي جون يخدموا هير لي زانفيتاسيون، باسكو الناس اللي تيدوزو هاد العام تيدوزو العام اللي جاي واللي تيدوز الجمعه تيدوز السبت تيدوز الحد تيدوز الاثنين تيدوز الثلاث، السيمانه كلها ما تيعياو ما تتهدو. دي جون ما عندهم حتى علاقه بالفستيفال، والحمد لله انا كنت قلت هاد الشيء في هاد الدوره ولاحظنا كاملين صحفيين، وكنا كنا فرحانين وفخورين فينالمون كان لي جون ديال البروتوكول البنات كانوا تيجروا ديك الوجوه اللي معروضه ولكن ما عرفناش محلها من الاعراب. حتى طلع في ريد كابيت ما تعرفهمش شنو يديروا. هذه كرونيكوز، هذه يوتيوبرز، لي يوتيوبرز، لي ماكيوز، لي ستيليست. دونك جروهم نهار التالي ما خلاهمش يعطيهم لي زانترفيو وما تعصبوا. كاين شي وحدين جروهم كوم سا وقالوا لهم انتم معروضين يلا غندخلوا مع الباب وندخلوا. اسكي تخي بيان باسكو ذاك الريد كاربت داير الناس اللي عطاو العالم السينما، اللي داروا شي حاجه في السينما، اللي عندهم علاقه في السينما، واللي جاي اخويا يدبر على راسه واللي جاي تدبر على راسها، ماشي اللي جايها هو تيهضر لك واحد على مغني، وحده جايه تولنا المكياج ديالها وتولنا شعرها اللي دار لها البغوشينغ اللي دار لها الكحول. كارثه كارثه كانت. وهذا المشكل اللي تنطيحوا فيه كل عام. باغ كونتخ المسابقه والبروغراماسيون انا ما تبعتهاش مزيان، مي الصحفيين صحابي اللي تيمشوا كل نهار، حتى انا كنت نزلت ناشونز دونك ما كنتش نمشي للفيستيفال وتندير انا لا كلوتيور. انا محت لا كرونيك ديالي سي سيغ ريد كاربيت، دونك عندي كاستيون وحده ريد كاربيت كيفاش جاك الفيستيفال مراكش. مي البرنامج هذا العام، البرنامج ديال المسابقه وداك الشيء كان لا كاليتي ديالو كانت تحسن من العوام اللي دازت. العوام اللي دازت. وبالنسبه لك سيمون بالبشير، يعني حنا تنهضروا دائما على الفيستيفال، لقينا بانه مجموعه ديال الفنانه تشكاو لانهم ما عيطوش لهم الفيستيفال. عندنا رشيد الوالي، عندنا ساميه اقريو، كيفاش بانت لك انت رده الفعل ديال هذه الفنانه؟ وتنظن هذا هو المشكل اللي تيخلي اولسو المشكل في ريد كاربيت، باسكو انا المهرجانات اللي تنغطيها تكون عندنا لا ليست دي جون اللي غيدوزو وتنكونوا تيقولوا لنا شكون غيدوز، لدرجه ان بحال دابا في لي زوسكار تيكون ديز ليوناردو دي كابريو تيجيبوا لك، حنا تنبقى نضحك، تيجيبوا لك التصويره ديالو تيقول لك ها هو غيدوز، شكون اللي غايدير مع لي زانترفيو؟ ليوناردو دي كابريو زعما العالم كله تيعرفو، مي تيقول لك يقدر يكون جاي واحد من الامريك لاتين، كانوا بحال دابا دي جورناليست انا تيكونوا معايا في الامريكان، جاي من الامريك لاتين هو من كولومبيا باغي الستار كولومبي، غايدير معاه بالسبليون ما تيعرفش حتى يهضر لونجلي، غايدير معاه بالسبليون ولا بالكولومبيا ولا بعدا غايهضر معاه ويزيد في حاله. تيقولوا لهم تيدوزوا لك ليدي غاغا ويدوزوا لك لي ستار وتيبينوهم لك وتيقول لك هما غيدوزوا، واش بغيت دير معنا انترفيو ولا لا، باش يقيدوا لك لا ليست ديال هذا. هنا مثلا سين بلاك ديك النهار طالعين النهار اللي درت هذا طالعين شي كنابر ما عرفتش شكون هما اصلا. تنقول لهذاك ديال الصحافه اللي واقف تما تنقول شكون هذا، تيقول لي ما عرفتش. قلت له انت اذا كنت ما تعرفش راه سي غاف، باسكو ما يمكنناش حنا ديك الساعه نجيبوا المراه اللي كاينه في جامعه الفرنسا تضرب كارطه، ضربنا كارطه وتقولنا شكون. مي هذا المشكل تيطيحوا فيه كل عام كل عام
عام وتتعاود، لان للاسف هذوك اللي تيديروا لي زانفيتاسيون ما عرفتش شكون هما لي زانفيتاسيون تيمشيو بهذه الطريقه. دايوغ كان فضيحه ان حمزه مبيبي بين لي زانفيتاسيون تبعو 200 درهم سي كوميم كاتاستروفيك. مي تنظن ان نتمنى العام الجاي كل الناس لافونداسيون يديروا واحد السيرفيس خاص بلي زانفيتاسيون ويديروا مثلا نهار اثنين غيدوز فلان وفرت لان وهذه وهذا وهذا السبت عاوتاني غادي يفرقوا لو تخوك باش نعرفوا حنا شكون غيدوز. وهذوك الفنانين المغاربه انا شفت داكشي اللي واقع في الانترنت كانوا خصهم حتى هما يكونوا انفيتي باسكو الفريد كارب هذا العام زعما كنا دي جون عندهم لا محل لا محل لهم العرض دونك بيان سور غادي يتشكاو ويقول لك علاش ما كانوش معروضين. وحنا تنهضروا دائما على الريد كاربت وكانوا عندنا شي مجموعه ديال المسميات ديال ملكه جمال المهرجان. كانت عندنا شبيهه سفيره ملكه جمال سفيره النوايا الحسنه شي حاجه بحال هكا. كانت عندنا شبيهه تيسكات. هادو كلهم منين تيجي لنا هذا الشيء؟ زعما شنو السبب انت سيمو بالبشير بحكم انك خبير في الموضه بالريد كاربت اشنو السبب اللي تيخلي بحال هاد الناس تيولوا تيبانوا عندنا؟ ايوا حنا عندنا فراغ ثقافي في الحقيقه. عندنا واحد الكلاخ عندنا واحد لا تشيب اتيتود هذه زعما ما يمكنناش حنا نحيدوها. حتى في الامريكان عندهم ديك اللي هادو لي يوتيوبرز اللي تيطلعوا ولكن ملي تطلع ما تتبانش وما كيعطيوش قيمه حتى هي غادي تمشي تحط راسها في ستوري وتقول لهم انا كنت في ريد كاربت. مي هنا تلمو عندنا الفراغ وسنعطيوهم بلوس باغ اكزومبل انا مسكون طالع ثلاث كارت هاد الناس ما تنشوفهم ما تنصورو ما تنعطيهم ميكرو. مي الاخرين تيبغيو البوز ماشي كلشي. انا عندي واحد الكرونيك فيها سبع دقائق غنجي عندي بوبليك واحد اخر غادي يتفرج فيها. مي هادوك هنا تطلع كل نهار يا سالاريي طالعه في ان سيت خصها البوز تتبقى دير هذا في هذه فلانة هذه فرت لانا هذا شكون صوب لك شعرك هذا شكون دار لك الكحول هذا شكون اللي دار لك الماكياج شكون اللي دار لك الماساج. كارثي باسكو كاين واحد الفراغ. السيده فاطمه تطلع وتقبض ممثله وتقول لها شنو الافلام اللي درتي علاش انت حاضره اليوم شنو الافلام تتوجدي واش درتي دي رونكونت مع دي برودكتور هنا حيت هذا هو الهدف نيميرو 1 ديال الفستيفال ان المغاربه يتلقاو دي برودكتور جايين من فرنسا من النرويج من السويد من شقرينا كحله باش يديروا لي كونيكسيون ويجيو يصوروا ويديروا. حنا مجتمع تنبغيو التفاهات دونك شبيهه فلانه ملكه جمال فلانه سفيره مع شنو وتسدير النوايا الحسنه دير بعدا راسها وتستروا بعدا راسهم. من النوايا الحسنه تبدا بعدا من راسها ومن لولوك باسكو ملي غتطلع في ريد كاربت في مراكش والناس العيالات واقفين بالحجاب تما يتوصى احترمي بعدا ديك البوبليك ما تطلعيش مع الريال لاس. دونك كاين فراغ وتيخليو هذوك يطلعوا. وبالنسبه لك شنو هي الاطلاله اللي عجبتك في ريد كاربت؟ والاطلاله كاين بزاف ديال انا جو سوي فان ديال الامريكانيين روبرت دينيرو كيفاش طلع وكيفاش داز وكيفاش كل واحد تيعطي وقته في الصحفيين هذوك ما قارينهم باسكو دايرين ميديا ترينين دايرين ديك الميديا قارينها كيفاش يتعاملوا مع لي تخويك وسا. نتمنى هاد ديك الهيبه اللي عند لي زاميريكان وديك الشيء تجي شي نهار لهذوك المغاربه اللي تيطلعوا تما في ريد كاربت ويعرفوا كيفاش يتصرفوا مع الصحفيين ومع الببليك ومع هذه. دونك تنظن بان حتى واحد المغربيات داروا اطلالات زوينين منهم زين بوبعيد تخي كلاس تخي سامبا. كاين ممثلات مغربيات حتى هما اللي بون لا ليست ولا ما يمكنش انا درت النهار الاول درت ثلاث ايام سيتو طلعوا وشي وحدين باطلالات زوينين. وكاين بيان سور كوم كشار مهرجان تيطلعوا شي واحد اخرين باطلاله لا علاقه واحد شنو سمع كمشة واحد طلع تيكمي فوق ريد كاربت زعما كارثي. مي بون هذا هو صافي لو بوز باش يفي الجوسيب ديال الفستيفال لان شاك فستيفال خصك الجوسيب باش الناس يهضروا. شنو بالك في الاطلالات ديال اسماء الخمليشي؟ اسماء الخمليشي بون انا صديقه ليا وشفتها النهار التالي جو انترفيوفي كانت مزيانه زعما هي عندها النيفو طالع تنعرف عليها عندها النيفو طالع ما شفتهاش في الاطلالات الاخرى ولكن شفتها في النهار التالي كانت انيقه وزوينه وتتعرف تهضر. وفي بالنسبه للممثلين الرجال الممثلين الرجال شكون اللي كانت عنده اطلاله؟ بون كاين انس الباز حتى هو الا كان لابس مزيان وداك الشيء كاين سميتو كاين بزاف الممثلين المغاربه اللي كانت عندهم الاطلاله زعما زوينه بلا مول القميجه المكمشه القميجه المكمشه جاب النهار الاول القميجه المكمشه وكتبوا لي وحطوا تصاوروا ما عرفتش دارها بالعاني ولا هو هكاك. النهار التالي جاب القميجه مكمشه ولا فيست مكمشه بجوج تقدر تكون ستيل جديد وما تنظنش الا كان ستيل جديد ما بغيناش ديك الستيل انا بدا ما تيعجبنيش. ملك اخميس ماشي فوق الريد كاربت ملك اخميس طلع بسالوبات ما عرفتش شفتي ليماج التصويره ولا ما شفتهاش طلع بسالوبات واحد لا جاكيت كيفاش بانت لك القضيه ديال السالوبات في الريد كاربت؟ هو ظريف زعما ما غاديش هذا مي يمكن بغى يخرج
دي ماركا مي نقول عليه توا فو با باسكو لي فو با ديال الفستيفال. كاين هذاك الفستيفال مهرجان اللي خص الرجال خصهم يطلعوا بالسموكين كحل بابيون شوميز ابيض سي سا لو سموكين تتلبسوا ملي تبغي تخرج على شي حاجه بحال دابا انا مثلا ما تنبقاش نلبس سموكين عندي دماغ ما يبقاش يطوني السموكين كحل كل مره تلبس خضر تلبس فهمتي الوان واحده اخرى غري تتلبس شي حاجه باش تخرج. هذا العام لبست شوميزيو باسكو بغيت نلبس ماروكان لبست تصميم مغربي دونك لبست شوميزيو ديال واحد المغربي سميتو جعفر بيسبوك دونك درت خضر لا كلوتور ودرت الكري والوفرتور مي افيك سموكين لو تروك كحل باش تبقى السروال كحل باش تبقى كلاسي. هذا هو الريد كاربيت فور مو بون عرفت اللي تيبغي يخلط وجه الاخر هذيك سي نوتخ افير. وسعيد باي سعيد باي كان طلع بواحد هو دار انا تلاقيته في لا سواري وكان هو لبس ان ستيل افريكان سوف كو بون داروا به البوز هو تفي داروا البوز وبداو يصيفطوا داروا واحد الدبانه تشبه لهذه مي تنظنكو انا بحال اللي قلت هذاك الستيل كان يمكن يلبسوا سيتي اوت اوف كونتكست كان يمكن يلبسوا مره اخرى في ان ايفنت واحد اخر مي با فيستيفال مراكش فهمتي سورتو فيستيفال مراكش خص حنا سورتو مغاربه سوا كري سوا كحل سوا هذا ما تيبغيوش بزاف ديال لي كولور دونك كان خصو يبقى في الكحل في السموكين كحل سورتو لوفرتور ويكون واحد النهار في وسط بحال دابا فاش داروا لوماج المغاربه نهار الاربعاء فهذاك يمكن لك تلبس جلابه تلبس هذه اخرى تلبس قفطان مي تنظن لوفيرتور اي لا كلوتور سي دي سموكين بابيون اي شوميز سي لا ريغل. بالنسبه لاوروبا او لا بالنسبه لمجموعه المهرجانات الاخرين تنشوفوا ممثلين اللي هما مثلا جيم كاري او لا غيره بعض الاوقات تيجيو بشي اطلالات اللي تتكون كيف ما تنقولوا بالدارجه حمقه علاش نتقبلوها من عندهم هما ما تقبلناهاش من عند المغاربه؟ نو هما تيديروا اطلالات حمق باش يكون في الكونتكست بحال دابا ما تيكونش مهرجان ما تيديروهاش في لي زوسكار تيديروها مثلا في تيديروا وثمانين تيديروا في لي زوسكار تنوض فضيحه تيديروا مثلا هما عندهم لي زافون بروميير هادشي اللي تيكون دابا حنا عندنا مره في العام وما عندهم كل نهار باسكو عندهم دي ستوديو سوني باراماونت كلهم تي عندهم دي فيلم تيخرجوا لي فيلم في امريكان في هوليوود عندهم لي زافون بروميير كل نهار دونك ملي تيجي الفيلم مثلا جيم كاري فيلم كوميدي تضحك تلبس شي حاجه كي با افيك ديك لافون بروميير ولكن ما غايجيكش في لي زوسكار باسكو الا جا في لي زوسكار لابس ديك الحماق ما تيدخلش تيخليهم باش يدخلوا من غير كيلكو جون اللي تيديروا اكسبسيون وتيديروا اكسبسيون ولكن ماشي بحال دابا لي زوسكار لو فيستيفال دو فينيس لو فيستيفال دو كان هذوك اللي محترمين والريد كاربت سيريو ماشي الضحك ماشي افون بروميير ماشي في فيستيفال ديال راس الدرب فهمتي دونك الحماق تاهما عندهم ليميتي احمق عندهم ليميت غادي نخليو شويه الفيستيفال وغادي نعاودو نرجعو عند سيمو بالبشير. علاش سيمو بالبشير اغلبيه الناس ولاو تيخافوا منه او اغلبيه النجوم سواء المغاربه بالضبط تيخافوا منه بزاف و ماشي تيخافوا انا ما نقولش تنخافوا انا تن اكسبوزي دي فيريتي وهما بزاف حنا تعرف عالم الفن كله عامر نفاق دونك عندهم اسرار عندهم خبايا عندهم مثلا تلقى ديك كرونيكوز هنا مثلا تتشد 10000 درهم والسيدة عايشة في لو تريونغل دور في كازا دونك انا ملي تنجي نقول كيفاش تنحل العينين على شي وحدين دونك ما تيبغيوش داك الشيء يوصل حيت الناس تيعرفوا من بعد لو سالير تيعرفوا تيقولوا عنده الحق كيفاش دار مثلا تتخبط الممثله مغربيه تتلقاها ساكنه في فيلا ولا دار واعره وهي جايه من عائله فقيره ولا متوسطه ودايره ثلاثه الافلام في 10 سنين تتقول لك كيفاش درتي حيت لي سالير الناس تحبهم لي فيلم تياخذو تياخذو والو لي فيلم خير هنا تياخذ 50000 درهم 40000 درهم اش غتشري لك فهمتي او سايق طوموبيل دونك هما تيخافوا داكشي تيكسبوز البوبليك سورتو دابا البوبليك على الجينيراسيون اللي طالعه عايقه بداو تيكسبوا انا قريت لي كومونتير تيقولوا وي لا غيزون هذه تتشد 4000 دولار باش تشري هادشي فهمتي دونك الناس بداو تيحلوا العينين على هذا سي سا دور الصحافه النزيهه اذا تكون نزيه ما تتشرب تتبع تتقول لا فيغيتي تال كيلي هما ما تيبغوش لا فيغيتي تخرج باسكو غدرهم بلوس كتنفعهم ما انا اليوم هضرت على هذه غدر نهضر على الاخرى غدا مسالتي غدا ما عنديش ولكن ما تيبانلكش بانه هذه حياه شخصيه ديالتهم تتشوههم بين قوسين انا ما شوهت حد انا هضرت على دي في اللي واقعين ومني غنقول هاد لا كرونيكوز تتشد 10000 درهم راه ماشي سر راه سي بوبليك حنا عارفين لي سالير المغاربه حنا راه عايشين في هذه واخا تكوني عايشه في الخليج معروف في لي سالير دونك ملي تقول سالير سي با سير
خصك تاسومي وانت اللي كنتي باغا ترجعي السالير خصك تقولي كلشي. في الامريكان مادونا لي ستار كريستينا اغيليرا كلشي تيحطوا لي سالير ديالهم شحال بحال بارون كلشي عارفه ما كاينش باسير سي بوبليك. مي هنا ما تيبغيوش اولا المغاربه تيخافوا من العين, ثانيا مخبعين بزاف الحوايج باسكو راك عارف انا صداقات السيده تكون فنانه طالعه في الريد كاربس حنا عارفين كلشي جات دير لا بروموسيون راسها باش هذا يعطيها الاخر يطلع لها هذا. ملي تشوف ديك البنات دابا اللي طالعين في الريد كاربس تاخذ تصاور ودير ديك تحاول دير البوز محيت سي نانا اللي اليوم كانت تمشي بالطون غدا غادي يطلع لها الكراد تقول لك انا درت الفستيفال انا طلعت في الريد كاربس انا هذيك هي اللي مشنو تتسوق غير كل ماتش ديالها حيت اليوم هما اللي تيخلصوا. ولكن هنا السؤال اللي تتسول انت ديما هو منين تجيبوا هاد الفلوس وانتم تتشدوا هاد السالير؟ هنا تنوليو تندخلوا في الحياه الشخصيه ولا لا؟ نو بادي تو باسكو هما تيبينوا ديك الحياه الشخصيه. الحياه الشخصيه انا ما الله ما عندي كاميرا في ديورهم هما تيبينوا واحد النيفو دفي اللي الناس انا قلت كاين بزاف البنات انا في الاعلام دونك بزاف البنات يجوا عندي تقول لي بغيت ندير الاعلام باش نمشي لدبي تقول لها بنتي الا قريتي الاعلام راه تمكن لك تنجحي ولكن ملي غتمشي لدبي راه ما يمكنلكش تلقاي ديك النيفو ديك الطوموبيله ديك الشيء. قالت لي بغيت نرجع بحال فلانه عندها الطوموبيله تتسافر تمشي للمالديف تنقول لها ديك فلانه تتهضري عليها راه ما تمشي بديك لي سالير لو سالير ديال فلانه تيدير 4500 دولار ما يمكنلوش يطلعك اون فيرست الدرجه الاولى في الطياره دونك تتجيب حاجه اخرى دونك ملي تتبيني اسومي يعني احنا ملي تنهضروا احنا على فلانه فاغلبيه الناس تيفهموا بانه كانت واحد الميساج موجه لمريم سعيد. لا انا ما تنذكرش الاسماء وانا ما وجدت ميساج حتى واحد مريم سعيد سون دو غوا وذكرت سميتها فاش سولوني على شنو وقع مع راجلها سون اكس ماري اللي هو صديقي كريم الظريف مي سينو ما عمري ما ذكرت سميتها وتا كي ماشي بوحده اللي كاينه اعلاميه كاين اعلاميات كلهم تما كاينين كاين اللي تيخدموا سيريوزمون وما تنشوفوهمش ومحسن دايرين ومخبئين وكاين اللي تيبغيو يبانوا وتتبغي الاشهار راه عارفه اش تدير. ولكن واش ماشي صدفه غريبه انه اوتوماتيكمون ملي هضرتي انت وجبدتي هذا الموضوع ديال المذيعات اللي كاينين في الخليج اوتوماتيكمون كان هجوم كبير على مريم سعيد من عند مواقع اخرى منها حمزه مومبيبي او لا غيره اللي ولاو فضحوا بالضبط مريم سعيد رغم انه كاينين بزاف ديال المغربيات اللي كاينين تما. ايوا سميتو تنظن ان الناس ملي تتهضر على شي حاجه تتنوض ما اللي كنا حنا هاد السيمانه فاش كنا تنهضروا على الفستيفال كان البوز كله اوتور دو فيستيفال فضائح المصائب لي زانفيتاسيون باسكو سي موضوع الساعه دونك سافيغيك وانا كان عندي باور ميدياتيك ان بوفوار ميدياتيك اللي فاش قلت لك الحاجه نهضت ضجه وديك الضجه خلاو الناس يمشيو يبقشوا ويجيبوا الماضي ديالها اللي تحط اللي حطوا دايوغ حمزه مومبيبي. حمزه مومبيبي شي تيقول هو سيمون البشير وديك بيبي راه هي بن بشير وشي تيقول بانه كان خدام معاك من قبل في الشوبيز اش تجاوب على هادشي؟ وبعد اولا سي سيمون البشير باسكو انا سنه 13 اولا هو تيبوستي مع 98 مثلا تنكون ناس انا سي سيغ الناس اللي تعرفوني كلهم تيعرفوني تنكون ناس مثلا نوتش ما تنخدمش انا الصباح هذه اول حاجه. ثانيا ما تنظنش يكون عندي البوفوار ديال حمزه مومبيبي باسكو تيجيب لك عقص ديال ويجيب لك السالير ويجيب لك باسبور ويجيب لك الفيديوهات دايوغ صوروا شي اعلاميات في قلب البيزنس كلاس ديال الطياره صوروها وهي دايزه دونك عنده واحد البوفوار اللي انا تنتمنى كان عندي ما عنديش لحد الان عندي بوفوار ميدياتيك تنهضر على شي حاجه تنوض ضجه مي هذاك البوفوار باش نجيب التروك اي تو سا انا ماشي المخابرات ولا البوليس. يعني هو ممكن يكون المخابرات ولا البوليس؟ قلت لك انا زعما ما عنديش ديك البوفوار ديال تنظن ان واحد غيجيب لك باسبور ويجيب لك لاكارت ويجيب لك هذا خصو يكون البوليس. مريم سعيد تتشكى وما بغاتش دير حتى انترفيو خصوص هاد المواضيع هادو وخصوص التصريحات ديالك انت كيفاش تتبان لك انت هاد رده الفعل؟ انا التصريحات ديالي ما عمري ما درتهم عليها انا تنظن اون جينيرال مي هي تنظن الا كان دابا تيقول لك ما بغاتش فلانه ولا فلانه ما بغاتش تهبط النيفو ديالي انا ما عنديش المشكل اللي بغى يهبط النيفو ديالي ولا يطلع النيفو ديالي يطلع ولا يهبط على السونسرات موجودين. ثانيا تنظن تيخرجوا حاجه ما تتقبلهاش المجتمع العربي وسورتو المجتمع المغربي حيت حنا جديد عندنا هذا الشيء وكانت وقعت ابليزيور بريز في الشرق الاوسط منين تتكون عندك صور اللي شويه مخدشه للحياه ما تنظنش يكون عندك شي جواب سهل خصك تجيب منسق صحفي يكون واعر حتى في امريكان خصك تجيب اكبر اتاشي بريس باش يلقى لك شي فيرسيون باش يديروا لك باسكو ملي تطلعوا تصاور شويه عريانه مع الخليجيين مع داك الشيء اللي حطوا ما تنظنش يكون عندك
جواب غير قنع، لان الناس شافوا اللي قال لك الكاس مزيان تهرس راه واخا تجيب له الكره اللي جبتي ما تتعاودش تلصق. دونك الناس هذيك هي ليماج اللي غادي يبقاو المغاربه تيعقلوا، والناس المجتمع العربي اون جينيرال والناس اون جينيرال في الامريكان تيعقلوا توجور على لو تروك لو بلو نيجاتيف عليك، تنساو هذا تيعقلوا غير على النيجاتيفيتي. دونك ملي تيخرجوا تصاورك شويه قبل ما تشهري شويه عريانه ولا دايره دي بوز مخله للاداب، تنظن ان الفو بوكو طون باش تخلي الناس ينساوا. هنا تنهضروا على يعني المستشار الاعلامي نورمالمون اللي خاصو يكون، وهذا كان مشكل واقع مع واحد السيد اخر اللي كان في واحد الوقيته تيقولوا بانه كان صديق ديالك ومن بعد وليتي تهاجموا اللي هو سعد المجرد. من بعد كان خاص منسق اعلامي ولا مستشار اعلامي في الخرجات ديال سعد المجرد، خاصه في الوقيته فاش بغيت يشد في الحبس من بعد ما خرج، وهذه الايام كلها تنسمعوا هي من عند مصادر اخرى ولكن ما عندوش هو منسق. علاش سيمون بن بشير نقدروا نقولوا بانه بحال قلب فيستا على سعد المجرد؟ نو انا ما قلبت فيستا على حد، انا درت خدمتي بحالي بحال بروتوكول صحفي اللي جا وقلت فلان شدوه في الحبس. ما قلبت فيستا، انا ما جبت له مخدرات، ما جبت له بنات، ما جبت له بوليس، باسكو ما تنظنش عندي هذا البوفوار باش نجيب البوليس الفرنسي. دونك فاش كان وقع له داك الشيء اللي وقع انا كتبته بحالي بحال الامه. السابق قلت لك انا عندي واحد البوفوار ميدياتيك الحمد لله ربي عطاه ليا، عندي ان دون، الناس يعجبهم داكشي اللي تندير من غير هذوك النقافات ديالو داكشي اللي تيعايرو، الناس يعجبهم تيجي تيقول لك هذا السيد تيقول الحقيقه. انا فاش قلت لهم السيد راه تشد تحت تاثير الكوكايين وراه في الحبس وتحت تاثير، ديك الانفورماسيون اللي عطاهم لي فرنسا كتبتها عندي. دونك لو ميك ما جبت له، ما كنت معاه، ما زدتش من يدي مباريز وهبطتو للسود فرنسا لا، ولكن كان صاحبك تنقول داكشي كان صاحبك قبل، كان صاحبي كوم نيمبورتو كي صحابي، ولكن هذه سي نافير انت ما فيها لا صاحبي ولا صاحبتي، مشكل وقع لك الناس تهضر عليه في الصحافه عادي. دونك راه ما قلبش عليه فيستا، راه هو اللي قلب فيستا على راسو، هو اللي دار ديك المشكل، انا ما درتولوش. وبالنسبه النهار اللي كان هو طالع ودار انتيت وصار جبته في لاكونيك ديالي في العربيه نيوز ودرت معاه استجواب وطلعت به وقلت له فوالا واش شكون باغي تلاقى. هي فاش قال لي انا مون غيف دون تلاقى رضوان، كان لسه ما تيعرفوش رضوان، قال لي الحلم ديالي هو نتلاقى معاه باسكو كان عارف انا عندي علاقه مزيانه مع رضوان في امريكان وداك الشيء، كان تيهضر عليه. دونك ما عنديش مشكل اليوم تطلع ولا تهبط راه غندير لا ميم شوز، تندير انا خدمتي. يعني سواء كان صاحبك ولا ما كانش صاحبك كنتي عادي تدوز هذاك الخبر عادي تدوزو او لا عادي دير هذاك الشيء اللي عندي في الدار. هذيك خدمتي انا راه ما تنبيعش البوبوش، حيت هما بزاف الناس تيقول لك لا بعض الاوقات العلاقات تتلعب دور في الخبر، يعني كون كان سعد المجرد باقي صاحبك كنتي ممكن تفادى او لا تيفيتي انك تهضر على هذاك الموضوع ديال الاعتقال ديالو. كاين يمكن لك تقدر تلعب واحد الدبلوماسيه ولكن ماشي فيها الحباسات والبوليس والكوكايين والبوليس الفرنسي، هذيك ما فيها لا باك ولا جدي ولا تصلتك، فيها تيجي البوليس ما فيهاش جاو تشدالو المينوط خرجت لا فوتو نات سكوندال هضرنا انا اون بليس. الناس اللي تيعرفوا الاخرين فاش سمعوا داكشي اللي قلت عليه ما قلت حاجه هاد العيب، قلت السيد عنده لو كونسير اكبر سهره في حياته في مسيرته الفنيه اللي كانت سولد اوت كلها تباعت وجاي الناس من الخليج وجايين سافو دير سي مفخره المغاربه والطوب. السيد 48 ساعه قبل سكران وتنقص في لابواط وبوحده تسمعنا البنت خارجه عريانه في الكولوار وجاو البوليس، راه سي غاف. دونك هضرت على واحد المانجمنت ديك الساعه كانت عنده اللي ما غنجيش نقول لا الله صاوب له ربي صيفط له بحال اللي تيديروا هنا، باسكو هنا نزل عليهم النفاق، تيدخلوا الله فوق ما بغاو وخرجوا فوق ما بغاو، بقاو يقولوا لا وراه مؤامره وربي كتب عليه هذا الشيء، ربي ما كتبش عليك ربي ما تدخليش الاغاني ما تدخليش مع مغني، باسكو الا دخلتي ربي تقول بحال مثلا جوج تضحكوني شي وحده شي ديك النقافات في انستغرام تتصيفط لي دايره الاخوان وتتسبني وتعيني تقول لي ودابا ربي عطاك سانتا وتبقى تقول انا حبيبتي ما تنضربش ما تمشيش نضرب في هذا وما تمشيش للكباريات ما تسايز لي عندي انا غدا الكونسير كونسير بزاف بوتو باسكو انا شي با جاستن بيبر انا عندي انا تيكون عندي بعدا لي انترفيو تيكون عندي انترفيو مهم لا في تندير ان بلان سوفت باش نكون لا غد انت تكون عندك اون ستار في الامريكان تكون كونسونتري على ستار دونك ميمكنش شويه وحده تكون عندي لي زوسكار لا في ما تنخرجش تنجلس هذا ونرتاح ونتفرج التلفازه باش تنوض اون فورم باسكو لي زوت تتوجد انت عندك الكونسير اكبر كونسير في المسيره ديالك الفنيه دونك ما خصش خص يكون عندك واحد تيكيديك ويقول لك راه فوالا سكو تو فافير سكو فافير. السيد دونك كانت عنده مانجمنت وقلت هاد لا فيغيتي وديك الشيء اللي قلت هو اللي صدق والناس اللي قارين قالوا الى غيزون حيت كيفاش لي ستار كلهم في امريكان ملي تيكون عندهم منهم مادونا وكومباني تيكون عندهم لي كونسير تيجيبوا لي تيديروا ماساج تيجيبوا توت ان جروب اللي غادي هذاك الفنان يكون اون بون فورم لو لوندومان باش تكونسونطرا على ليفينمون ديالك ومن بعد ملي تدوز ليفينمون ديالك راه ما دير
هذه. مي حنا تنخلطوا كلشي شعبان مع رمضان والناس تهضر والناس خاصها كاين واحد الفراغ. هذه بحال دابا تلقاب الاخوان تتسب فيك تقول لك هذه وربي دابا يعطيك وربي كتب عليه وانت مالك. تنقول لها اولا ربي قال لك خصك تجي تقراي سوره البقره وتحشي في الجامع، ما قالكش اللي تسمعي انت انت باغا واحد وتنقزي وتحنقزي وتتبعي الممثلين وتتبعي المغني. هذاك انت نا كتمحشي مع المغني، اش انت متبع المغني تبع في لي ستوريز ديالو؟ حرام بعدا دونك ما تخليش البون ديو، البون ديو خليه ابار البون ديو. والتعليق ديالك على على التصويره اللي خرج الاخرى وبانه الفيديو كليب غادي يكون في لو 17 من ديسمبر في لو 17 ديسمبر، كيفاش بان لك؟ شنو التعليق ديالك على هذا الشيء؟ التعليق تو سي المغنيين كلهم بوبا كريس براون كلهم دوزوا تيعطوا لهم الحباسه تيخرجوا تيديروا لا ميم شوز باسكو سي هذا هو المومون ديال البوز. ملي تخرج من الحبس راه الحبس تاعو ما بغيناه حتى واحد، الحبس في فرنسا راه اللي عطاه شي مسلم راه سي با اللعب هذا، سي الحبس في فرنسا ديجا فيك البرد وفيك الحاله وفيك التخوك ولا ليبرتي ديالك تشدات تيحيدوا لك ليبرتي ديالك سي ديجا سي غراف. دونك بيان سور غادي يكون عنده دابا المومون دو غلوار غادي يخرج غيحط لهم التصويره لي فان خصهم يهضروا. انا قلت لك هو جالس في الحباسات هما دايرين المكافات ودايرين الجيوش وتيتعاطاو السيد في الحبس يقول لي يعطيهم خرجوا يعطي لي حكموا عليا شنو واش غيديروا معايا وهما دايرين تو تان تخوك حيت عندهم الفراغ كانوا جالسين باش يقراوا الكتوبه ويخدموا على راسهم كانوا راه زادوا داروا مشاكلهم. مي مساكن لي جون عندهم 14 15 ما عندهم ما يدار، عندهم دابا انستغرام الحمد لله انترنت رخيصه في المغرب جالسين النهار كلهم على الويفيات جالسين يتعاطاو وتعايروا. مي بيان سور غادي يخرج من الحبس صافي دي ماما بوست حتى حاجه غتبوستي غادي دير البوز سي نورمال. او تيبان لك بانه غادي يكون شي فيديو كليب في المستوى ولا؟ انا ما مسعد المجرد انا ما متبعش داكشي ديالو غنشوفو بحالي بحال الامه. انا اصلا ما تنتفرجش في داكشي ديال تما بو انا غنكون ديك الساعه في امريكان غنكون رجعت. مي تنظن جيسبيغ كي با فيغ ان تخوك بيان كي با بلاي جون باسكو ملي تخرج من الحبس خاص تخرج شي حاجه مزيانه مزيانه. سيمو بالبشير عايش في الميريكان، تاريخ ديال الصحافه واحد السنوات هاتي هو خدام في الدومين. اش اللي خلى سيمو بالبشير ما يبان تقريبا حتى لهاد العام ولا عامين في المغرب بهاد الكثافه هاتي؟ انا حيت اصلا كانت عندي واحد لي جون اللي كانوا متبعيني من سيغتان اليت كنت ندير بالفرونسي كنت ندير بالانجلي. ديغنييغمون في لي انترفيو درت بالدارجه دونك لا ماس ولا الشعب ولا المواطن العادي بدا تيفهم. بشحال هذه كان واحد بزاف تهضر على المشاكل ولا هذا فلان تيقول لك فلان فهمتي سو سيغتان اليت اللي تتفهم. دابا المواطن تيفهم انت تقول له مثلا فيستيفال مراكش تقول له هذه اش طالعه دير لو تيقول لك وي هو السيد عنده الحق. بدا تيوقفوني دابا في الزنقه تيوقفوني حتى العساس تيقول لي والله لا عندك الحق عجبتيني فيهم. تقول سي بون كاسيون عجبتيني فيهم دابا هذا الشيء اللي كنت نقول شحال هذه كنت نقول فرونسي تنديروه بالانجلي تنديروه في سيغتان اليت في المجامع تو فوا دابا سيرجع بوبليك مع شي لي ريزو سوسيو اي تو سا صافي بوم اي دونك سي تري بيان باسكو سا شونج دي شوز. وممكن نشوفوا سيمو بالبشير هنا في شي بوست في المغرب مع شي قناه او لا راديو او لا غير؟ هي ولا خاص شي حاجه صافي طالع. تنظن انا جو سوي تري تري بيان فين انا الحمد لله في وسط هوليوود. ولكن الا جاتني شي فرصه باش ندير شي حاجه كانوا بروبوزاو عليا واحد لي تيلي مي ما اتفقناش على لي ديتاي. مي هو نوست تيقولوا زعما كان هو نوست تقدر تكون شي حاجه من القدام. واش عندنا صناعه النجوم في المغرب؟ حنا ما عندناش اصلا نجوم، عندنا حنا عندنا وجوه معروفه باسكو النجم سي كلمه كبيره. في النجم في الامريكان تلقى واحد جاستن بيبر عنده 60 واحد خدامين هو عنده الباتلر ديالو عنده البادي جاردز شيف سيكوريتي عنده المانجر عنده الببليسيست اللي هو لاتاشي بريس. دونك سي ان جيش ديال الناس اللي مدايرين لك لان هو سي اون ايماج اللي كلشي تياخذ بها الفلوس. دونك هذيك سي اون ايماج من بعد تحنقز دير تسكر تشم مع شنو دير صحه حياتك ولكن تسكن في البوبليك تو تيان ليماج لان ديك ليماج هما اللي تيربحوا بها الناس. دونك ما عندناش حنا نصاب يعرفوا بعدا يهضروا لك هنايا مقادين ما عندناش ما عندهمش الميديا ترينين تجي بحال دابا الكاميرا. دابا انا في فيستيفال مراكش تندير كونيك بالونجلي نص فيهم الا قلت كلكوزان كل تحت فيهم تيعرف يهضر بالونجلي. اوخ سي دوماج باسكو لو بغيتو تنتشروا في الخليج اي دايوغ سي سا لو تخوك دو سالم جرد باسكو سالم جرد يبارل تخي بيان اونجلي باسكو كان في امريكان. دونك هذيك هي اللي عاونته باش مشى للمويان اوريون كان امريكان خدا لو ليسبخي امريكان دونك هذاك عاونو ديك الشيء. الانجليزي تتعاونك تمشي ما وراء البحار ديال حيت حنا من خير فينا تمشي لفرنسا باريس تيهضروا فرونسي ولا تيمشيو لكندا. مي الامريكان ولا بحال دابا الخليج ما تيديروش فيها باسكو عندهم نقص في اللغه. دونك انا بور موا سي دي فيزاج معروفه تيعرفوهم هنايا فيزاج مشهورين. من نجم سي كا
كلمه كبيره باسكو النجم خصك. حنا ما كاين حتى واحد فينا شكون في ليستار اللي عنده كار دو كور، شكون اللي عنده اتاشي دو بريس ديالو تيسافر معاه، شكون زعما فريمون ما كاينينش. حنا هنا الا دار هذا الشيء غادي تسمى متكبر وعاجبو راسو. وي حنا مغاربه دائما تنهرسوا كل شيء، مي الا درتي هذه من مانيير بروفيسيونيل ما عندهم ما يقولوا، باسكو جوستومون خص يبداو يديروا هذا الشيء وياخذوا دي اتاشي دو بريس دي شركات اللي غادي يخدموا لهم ليماج. وانا ملي غادي يخدم لك واحد ليماج راه واخا يقولوا عليك تكبرت وتطنف. بالنسبه لك انت سيمون بالبشير، شكون اللي تيبان لك بانه يمكن يكون ستار في المغرب او لا بروجي ديال ستار في المغرب؟ وبعد ستار خصك يكون عندك سميتو، بعد ستار خصك يكون عنده لو لوك، تكون عنده ستار يفو فيغ ريفي لي جون، خصهم يحلموا بيك ويديروا بيك، تكون تبوغيسا لا جونيس. وللاسف دابا طالع واحد الجينيراسيون ما نجمعش كلشي، مي للاسف حنا هذوك اللي كنشوفهم في التلفازه راه كبرنا معاهم، والناس ولدات ولادهم كبروا وهما غيموتوا وهذوك باغيين تيدوزوا. دونك ما عندناش ديك التجديد. دابا عاد تطلع واحد نوفيل جينيراسيون اللي جديده، مغنيين صغار. تعجبني انا بوكو امينوكس باسكو جيم بيان سون ستيل الامريكان، تلبس مزيان، تي طوندونس دي كليب واعرين. دونك كاين واحد الجينيراسيون ديال لي نوفو، ولكن للاسف انا ما تيعطيوكش الفرصه. انا ملي تكون صغير الناس تحقرك بحال اللي وقع معنا حنا بشحال هذه داكشي، تيبغيوش يعطوك فرصه. كاين السم والحسد، كاين هذوك الناس اللي قابطين الكونترول ديال ديك المافيا ديال ديك لي بوست، ما تيبغيوش واحد يطلع تيحسوا بديك النقص ديال الشرفيه، بداو يشرفوا. دونك تو سا تيدخل في لو فات كو باش ترجع النجم في المغرب صعيبه بزاف. يعني دابا امينوكس بوحدو هو اللي تيبان لك نجم؟ نو ماشي هو، انا تنهضر عليه هو باسكو بون تبعت شي حوايج ديالو وهضرت معاه وداكشي. مي كاين دي فيزاج طالعين، عندك كريمة غيت حتى هي تيعجبني الستيل ديالها، باقا جون نوفو فيزاج فيزاج فخي. كاينين زعما شي وحدين طالعين قارية تعرف تهضر باللونجلي وديك الشيء. دونك فوالا تنظن انه كاين واحد لا نوفيل جينيراسيون طالعه، جيسبيغ يعطيهم الفرصه باش يبانوا باش يكونوا نجوم الغد. السؤال الاخير، نعاود نرجع شويه للفيستيفال. حنان الفاضلي في الفيستيفال وفي الريد كاربت قالت لهم بانه هذه المعاصي اللي ولات عندنا ما بين الفنانه دروك دنيا باطماس المراشيد وغيرهم ما كانش عندنا في واحد الوقيته، وبانه واحد الوقيته كان الفن زوين والعهد ديال لطيف فرأفت وعبد الهادي بالخياط كانوا الناس عزاز على بعضياتهم الفنانه وتحترموا بعضياتهم، مي دابا هذا الشيء مياع ولا كل شيء تي. انت معها متفق معها ضدها في هذه الفكره؟ تنظن ان واحد نزيد عليا شفت في الكاربت صاحبتي. تنظن ان دابا ماشي على شي كان دائما شي كان دائما، حنا كنا غير في القهاوي المغرب اول دوزت تلقى قهوه تقوص هنا في المغرب ديك الناس عزاء عليها الهضره. دابا رجعوا لي ريزو سوسيو، دابا انستغرام ستوري سناب اي تو سا سي سا سكي في كو تول مون تتهضر. مش حاله دي كانوا الناس تيقول بهم ثلاثه اربعه جالسين في قهوه تيهضروا عليها، الاخر عيط في الفيكس. دابا رجع البورتابل، شوف هذاك تطورات العصر غادي تيتطور. دونك مش حالة هذه ماشي هو اليوم، لا جينيراسيون ديال الفنانين القدام ماشي هو ديال دابا، كانت عندهم واحد التخويك. هضرتي على طفرة في طفرة انسانة محترمة وقارية وان سيغتان جينيراسيون، حنان الفاضلي حتى هي قارية عندها ما يتقال. دونك هذيك لا جينيراسيون ماشي بحال دابا، دابا بدا يطلعوا وحدة تجي تمشي مع واحد بروديكتور لا غاترجع مغنية، الاخرين ما عندهم ما يقولوا شادين كمامرهم باسكو وطلاقمهم باسكو مخلصين، تيخلصوا الصحافه تكتب عليهم. دونك ما عندهمش دي باز. دونك ديك النيفو هابط عندهم لان هذاك هو النيفو اللي جايين منه، ولكن دي جون اللي تيعرفوا كيفاش يهضروا والنيفو ديالهم طالع تيبقاو طالعين. مي هذا العصر الجديد هو هذا هو اللي كاين، حتى في الامريكان عندهم تيبداو يعايروا لي ستار دي فو كونت. انا النهار اللي تيبداو مثلا لي فان تسعد مجرد هذاك تيقولوا جو السعدوشي الجيش قلنا لك نديروا لك كان هذا غندعيو الله غادي يصاوب لك تو سا، فهمتي. دونك هذا الشيء ما كانش في الحاله دي باسكو ما كانش اكسي. شحال هذه شكون اللي كان عنده بورتابل؟ على ليبوك دابا تهضرت على ليبوك ديال لطيف عرفت داك الشيء كانوا كان الفيكس بعدا، شكون اللي هاز الفيكس يبقى غادي يبقى يعايرك فين غيعايرك الفيكس. دونك دابا كاين انستغرام تيديروا في بروفيل بدا يعايرك باسكو دابا الانترنت سا كوت ريان دي تو سي تو سي اون 2018. دونك بديت ترجع بابليك ترجع ستار خصك تقبل كل حاجه. وانت تهضر دابا على الناس اللي تيعايروك، واش ما قال لهم انا ما تيشرفنيش انه يكون سيمون بالبشير صديق ديالي رغم انه من قبل كانوا مجموعه ديال التدوينات بانه كنتي تتلبس من عند مرطو اللي هي اصلا ستيليست ماشي هو، يعني هاد المعاطيه كيف ما تنقولوا حنا شنو التعليق ديالك انت ديالك كان نوع عليهم؟ نو ماشي معاطيه انا، واش ما كانش عندي
معاه مشكل. انا كنت نهضر على سعد المجرد وهو ناض ودار عليا دي فيديو سبني وقال لك انا جورتوما وهادي. جيت انا فاش جيت في الميديا واجبتو انا ما واجبتوش ما قلت له جورتوما لا حتى حاجه. قلت له ان اصلا الا كان هو ستيليست يمشي تكونسونطرا على الخدمه ديالو ويدير دي كوليكسيون ويواجب الناس بلي كوليكسيون. انا فاش كنت في ريد كاربت هاز الميكرو جو طراي وصلت تما بخدمتي ماشي بالمعاطيه. هو تيموت على البوز وتيبغي خصو يجبد باش الناس يهضروا عليه. دايوغ شفناه في ريد كاربت تيطلع وتيهضر على سعد المجرد وسعد المجرد هذا فيستيفال ماشي احنا وني با لا بوغ هضر سعد المجرد. وسعد المجرد ملي خرجوا خصك تكون انت معاه تكون بالطياره وتمشي في باريس ساعه ساعتين تكون بالطياره وتمشي تجلس معاه وتقبض بيديه وتديه وتجيبو انت صاحبك طوميوغ امي راك عارف لي فيز ديالو عارف لي فيرتو ديالو تمشي تجلس معاه باش تشوف الا حتى شي حاجه وتقابلو وديرو ماشي تجي حنا تفرعنا راسنا ها هو خرج ها هو يرجع هل اسد ما عرف شنو فريد كابيت دايوغ اون ا فيو لي جون بروتوكول جرون كلشي جروهم قالوا له ما كاينش انترفيو اليوم باسكو حنا جينا هنا باش نهضروا على الفستيفال دو فيلم با على فلان خرج هذاك دار هذاك جمع هذاك دار سميتو الخوا الخاوي. مي انا عمري الا كان هو ما تيشرفوش يكون صديقي انا ما تيشرفليش بلوس بلوس باسكو انا تيعجبوني الناس اللي عندهم دي زيستوار ودي ستيليست. الحمد لله الحمد لله تلاقى دي ستيليست واعرين شتو انا تلا فيرساتشي شت توم فورد شت دي جون كي سون كوني مونديالمون. وهو كان قال بان انا ما عنديش الدبلوم ديال الصحافه ودار تحدي بوحدو تنقز. دايوغ فاش خرج الدبلوم ديالي قلت لهم في انترفيو جيسبيغ كو فيو لي بوتيك سيد معروف ومصمم عالمي مونديالمون قلت جيسبيغ كو ها هو دابا انا خرجت كنحطو حمزه مون بيبي الدبلوم ديالي قلت لهم جيسبيغ كو ما غيشدش لي بوتيك اللي عنده في فيفت افنيو في ويست هوليوود في قطر وفي دبي وهاد لي بوتيك كلهم ما يتشدوش. قلت له ما تشدهمش الله يخليك ما بغيتش الناس يمشيو يتشاو معاه يخرجوا سكيتي ايرونيك الناس كلهم بقاو يقولوا له زعما ملي تبغي تدير تحدي لشي واحد ولا تهضر عليه تيكون عندك الدوسي مقاد. انا النهار اللي تنهضر على شي واحد تيكون عندي الدوسي عليه باش ملي تنحل فمي تنعرف شنو غادي نحط وشنو غادي نقول وتيكون عندي لاغيومون. مي هما الله هما غاديين هنا هما في الختانات هما في العراسات خصهم غير يبانوا في الميديا. انا الميديا ما كانش ان سوبور مزيان اللي غنقول فيه شي حاجه جديده ما تندوش فيه. التوندونس ديال اليوتيوب في المغرب شدها دابا صار يقول بواحد الاغنيه اللي هي فولكار. كيفاش تيتبان لك هذه القضيه هذه؟ هو لا فولغاريتي الناس تيبغيو الهضره علاش ما يسمعوش مثلا الهضره فولغار بلونجلي ولا بالفرنسي وبالمغربي ما تدوش. حنا راه مجتمع مغربي دونك خالفت عرف السيده دارت اغنيه تتعير وتسب وتتيوليزي ديمو باسكو عرفت غادي البوز لان حتى في الميريكان لي رابور تيقول الهضره خاسره وديك الهضره خاسره تطلع في الطوندونس باسكو الناس يعجبهم يسمعوا داك الشيء باسكو ما غايسمعوش في الدار مع باباتهم ولكن يسمعوا في الزنقه الدراري جالسين في المدرسه في راس الدرب سيكميو جوان تيسمعوا داك الشيء. دونك تنظن ان لا فولغاريتي دائما دايوغ علاش ولا الفيستيفال داك الشيء تيعريو على اللاس باش تبان باش يهضروا عليها باسكو الا دازت الجامعه الطاويه ما كاينش غادي فيها سي نورمال. تو سكي عندو علاقه مع العراق ومع الجنس تيدير ضجه سي نورمال سي نورمال. سي مو بالبشير شكرا لك لانك كنت ضيف معنا اليوم في الحلقه. كلمه اخيره للجمهور ديال راديو بلس وديال كلام خفيف. هو الجمهور ديال راديو بلس هذه راديو بلس كنا تنسمعوها وتتعجبنا هذه الاذاعه والمستمعين ديال هذه الاذاعه خليكم دائما متبعينا ومتبعين اخبارنا ومتبعين هذه الاذاعه على الامواج ديالكم. ونايدا نايدا ديما نايدا ولا ما نايداش نوضوها. شكرا لك. Radio Plus. Plus que...